السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. الرجاء 10 على 10 أربع مباريات، أربع انتصارات، 12 نقطة بامتياز، يعني بعرق الجابين. يعني مش عندنا وين مباراة اللي كانت قوية إن شاء الله بربي نزيدو نشوفو شباب الوزداد أمام المريخ السوداني اليوم كذلك على الساعة 8. ما باقيش بزاف، باقي لا بالي بلي بالك يوصلكم الفيديو شي روطار، لكن اليوم ورانا نهضرو على المنتخب، على النادي الرجاء الرياضي المغربي أمام أوريا الجيني. يعني وش أنه وين كانت مباراة كانت قوية جدا، وين نقولو بلي ربما الرجاء البيضاوي الرياضي المغربي وين عرف كيفاش يبدا المباراه ويفاجئ الجميع. يعني رغم ان وين البطاقه الحمراء تاع جمال حركاس، يعني وين شاهدنا موسى كامارا اللي خرج بالبطاقه الحمراء في الدقيقه 26، شاهدنا جمال حركاس اللي خرج في 45 دقيقه، يعني شاهدنا الهدف الاول من وليد الصابر يعني في الدقيقه 6، محمد النهيري في الدقيقة 42، ووليد الصبر يعود يعني من بعيد ويضيف هدف الأمان والضمان يعني في الدقيقة 63. شاهدنا بابي وين عبد بابي عبدو يعني وين سجل هدف يعني في الدقيقة 70 بعد ما كان منهزمين ب3-0. يعني نادي الرجاء نادي عالمي، نادي يعني ما نادي اللي نقولوا بلي النادي هذا اللي عنده نادي اللي تأسس يعني 1949، يعني نقولوا بلي تأسس يعني في نقولوا بلي النادي اللي تحصل على الدوري 12 مرة، يعني 12 مرة شان 1988، 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2004، 2009، 2011، 2013، 2020. يعني وين كانت سيطرة في التسعينيات، يعني كانت سيطرة وبداية الألفية، يعني كانت كذلك وين كانت زاهية كما نقولوا حنا 88 اللقب تاعنا اللي ديناه ودينا فانيك لقب يعني تاع موراها 89 يعني دور أبطال إفريقيا اللي كنتو نتكلموا عليها. وين 1998، 1996، 97، 98، 99، سيطرة مبلعين، يعني 1، 2، 3، 4، 5، 6 متتالية، 6 ألقاب متتالية، 2004، 2009، 2011، 2013، 2020، كأس العرش المغربي 8 مرات، 1974، 1977، 1982، 1996، 2002، 2005، 2012، 2017، الدور أبطال إفريقيا 3 مرات، 1989 أمام ولودية وهران، 1997، يعني 1999، يعني صورتو هذه تاع 99 هذه حلوة بزاف، هذه حلوة، التتويج هذا 1999. حلو. كأس الاتحاد الإفريقي مرة واحدة 2003، كأس الكونفدرالية الإفريقية مرتين 2018-2021، كأس السوبر الإفريقي مرتين 2000-2019، كأس الأفرو الأسيوية مرة واحدة 1998، دوري أبطال العرب مرتين 2006-2020، وصيف كأس العالم للأندية 2013. يعني واش انا وين تشكيله اللاعبين، يعني وين نقولوا باللي يعني وين المنظر الكبير اللي راه يقوم ب يعني يقوم في بعمل كبير، يعني اش انا حتى اللاعبين، يعني وين نقولوا باللي اللاعبين اللي عندهم يعني اش انا كيفاش اللاعبين اللاعبين وين راهم يقدموا مستويات، خاصة وين الجماهير يعني الجماهير الرجاء، يعني وين نقولوا بلي فانيك ما ننساوش بوشعيب المباركي مساعد المدرب هشام
بوشروان كذلك مساعد المدرب ومحمد بكيري مساعد المدرب، يعني نقولوا باللي يعني وحراس يعني مدرب الحراس اللي يقوم بعمل كبير، احمد الماء العينين يعني المدرب الحراس، وعبد عبد الله الطيب طبيب الفريق، هذو كاع انا قالوا لي هضر عليهم ماشي قالوا لي انت قاعد تجبد غير هذو تجبد غير اسماء برك ما تجبدش على الصح. هذه يعني نقولوا محمد الناهيري، شان زكريا، عبد الاله حفيظي، عبد الرؤوف بن غيث، حمزه مجاهد، محمد زريدي، محمد يعني وين نقولوا كاين بزاف يعني وين الياس بن جديد، عبد الصمد بداوي، عبد الاله مذكور، مروان فخري، انيس زنيتي، وامير امير الحداوي، يعني هذو الحراس يعني نقولوا باللي اللاعبين اللي يقدموا بوزواق، كذلك ما ننساوش اللاعب يعني بوزواق اللي قدم في مستوى كبير، يعني وين يقدموا مستوى كبير. هذه هي المباريات، يعني مباريات تربح خاصة في هذا الدور، يعني نقولوا بلي في هذا الدور وين مباراة من نقولوا بلي مباريات يعني وين شاهدنا تقريبا 82 دقيقة، راهم في 82 دقيقة، يعني وين نقولوا بلي كلش راه في صالح راه في صالح الرجاء العالمي، رجاء يعني هذا رجاء الرجاء العالمي كيان، يعني كيان حاجة كبيرة، حاجة يحس بها غير لي سيبورتي لي سيبورتي هذا الرجاء تاع الشعب، هذا رجاء الشعب على بالك، شعب 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 حاجة كبيرة، يعني ماشي رانا نزيدو فيها ولا من لا، الرجاء أنا من الناس يعرفوني من بكري نتبع الرجاء، نبغي الرجاء، يعني الرجاء هذا نادي يعني نادي كبير، نادي تاع نادي تاع ألقاب، نادي اللي يلعب لا بغات دايما في البوديوم، دايما وين يلعب ألقاب، يعني من الصعب يتنازل لك، يعني من الصعب يتنازل لك يعني في البطولة أو في كأس أو في أي دورة، من الصعب يتنازل لك هذا النادي العنيد، يعني نادي عنيد. اليوم رانا نشوفوا باللي دور المجموعات وين أربع مباريات، أربع انتصارات داخل 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 المغرب وخارج المغرب، يعني نقولوا علامة كاملة 10 على 10، يعني صحيح تأهل، صحيح تأهلنا، يعني رانا صحيح بصحتنا، نتمنى إن شاء الله بربي يعني جميع اللي يشوف هذا الفيديو نتمنوا الفوز للأخرى اسمها شباب بالوزداد، يعني كمناصر تاع شباب بالوزداد على الساعة 8 أمام المريخ السوداني، اللي نتمناو إن شاء الله بربي نشوفوا باللي المباراة هذه اللي غادي تخلينا إن شاء الله بالضغط الجماهيري، يعني وشكرا للويد نقولوا باللي الأنصار تاع النابة، كذلك نغتنم الفرصة الأنصار تاع النابة اللي يعني ما شاء الله عليهم وين راهم يقدموا وين يقدموا مساعدة كبيرة، أنا نشوفوا في الأجواء مساعدة كبيرة كبيرة جدا، هذه هي اللي نتمناه إن شاء الله تكون المباراة في القمة، مباراة تكون يعني من أجل يعني اليوم فاز الرجاء، زوج أندية اللي نبغيهم، الرجاء فاز، نتمنى الوداد يفوز، قلت لك الوداد الشباب بالوزداد محمد بالوزداد، نتمنى إن شاء الله بربي يفوزوا بهذا المباراة، هذا مكان لأن محتاجين هذا الفوز، خاصة الشباب اللي محتاج هذا الفوز، وين نازع عندنا 3 بوان وين لازم نفوزوا بهذا المباراة، ليق نفوزوا بهذا المباراة، هذه هي. وكما يقول لك مبروك، ألف مبروك للمنتخب للنادي، نادي الشعب، نادي الرجاء، يعني عنده محبة كبيرة الرجاء، الرجاء حاجة كبيرة، الرجاء الرجاء حاجة كبيرة، يعني نتمناو إن شاء الله بربي علاش لا ما نشوفوش ما نشوف زوج أندية اللي نبغيهم من قلبي، زوج أندية اللي نبغيهم من قلبي نهائي إن شاء الله بربي، نشوف الرجاء نشوف الشباب بالوزداد في النهائي، علاش ما نشوفهم إن شاء الله بربي، ماذا بينا نفوز اليوم ونلعبون وكأس العرب، علاش لا ما نشوفش الرجاء والسياربي يعني في نهائي كأس العرب، علاش لا، زوج أندية تبغيهم برد عليهم كاع، الرابحة تفرح لها، هذه هي الرابحة نفرح لها، على تلعب الرجاء وتلعب الشباب يعني الرابحة نفرح لها، ما نكذبش عليكم إن شاء الله يا ربي، ما غادي يلعبوا غادي يلعبوا الشباب مع الرجاء في تاع كأس العرب، غادي يلعبوا ما نقول على ربي إن شاء الله.
ان شاء الله. احمد قال ما تخافش سير بي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو بلي شي ابوني معنا بيتو دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.